بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في النهاردة ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط للرياح في بعض المناطق، وده اللي هيساعد على تلطيف الأجواء بالليل. كمان في فرص لأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد سيول على سانت كاترين، وأمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين. كمان هتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهو ده اللي هيساعد على تلطيف الأجواء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك معنا، وطمنين عن حالة الطقس، خصوصا أن في ظواهر جوية مختلفة النهاردة، في أمطار يعني ما بين ضعيفة أو متوسطة أو حتى رعدية، وفي رطوبة، في لسه في ارتفاع في درجات الحرارة. بالفعل هو لسه درجات الحرارة يعتبر حول المعدلات أو أقل من المعدلات، يمكن احنا بدأنا تحسن في الأحوال الجوية منذ عدة أيام، والحمد لله هو مكمل معنا في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الشمالية، يعني السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد. درجات الحرارة في المناطق دي أقل من المعدل الطبيعي، لأن احنا متأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بالشكل الكبير. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، احتسنا بيها ممكن يكون 35 إلى 36 درجة مئوية. فالحمد لله الأجواء نقدر نقول صيفية معتدلة في معظم محافظات الجمهورية. الطقس فترة النهار وخاصة فترة الظهيرة هنحس بيه ان هو طقس حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن أجواء فترة الليل بالفعل هي أجواء لطيفة ومعتدلة تماما، خاصة في محافظات شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، الأجواء فيها مستقرة بشكل كبير ودرجات الحرارة فيها منخفضة خلال فترة الليل، خاصة كمان إن احنا مع فترات المساء وساعات الليل بيكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية. وجود نشاط للرياح دايما بيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، فبالتالي بيلطف الأجواء ونحس بنسمات الهواء اللطيفة فترات الليل. بالإضافة كمان إن نشاط رياح هيؤدي اليوم إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس. سرعات رياح على البحر الأحمر وخليج السويس هتكون ما بين 50 ل 60 كيلومتر على الساعة، فده بدوره هيؤدي لارتفاع أمواج ما بين 2 إلى 3 متر، وطبعا غير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. لكن البحر المتوسط عاد بطبيعته، هدأت الأمواج عليه لما قبل أمس كان فيه ارتفاع امواج على شواطئ الجهه الغربيه من البحر المتوسط، الحمد لله اليوم مستقر تماما ونقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير على شواطئ البحر المتوسط. بالنسبه لفرص سقوط الامطار، بالفعل هو في من عده ايام فرص الامطار سقطت على بعض المناطق من جنوب سيناء، وده متوقع كمان يكمل معانا اليوم وعلى الاقل في 72 ساعه القادمه، وهي امطار ما بين خفيفه قد تكون متوسطه احيانا، وايضا امطار رعديه على المناطق اللي موجودة في جنوب سيناء زي سانت كاترين ودهب وطابة. وطبعا نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية واستمرار سقوط الأمطار على سانت كاترين هيؤدي لتشكل بعض السيول عند مرتفعات سانت كاترين. أيضا الأمطار هتمتد أمطار خفيفة ورعدية على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتحديدا في حلايب وشلاتين. الشبوره المائيه لسه مكمله معانا خلال الايام المقبله، وخاصه بتظهر طبعا فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه طفيف فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني احنا تقريبا 7 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. يمكن الاحوال الجويه اللي احنا بنتكلم عليها دي متوقع ان هي تكمل معانا خلال الأيام المقبلة، يعني مش هنلاحظ الحمد لله ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة
متوسط درجات الحرارة عظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33-34 درجة مئوية. الحمد لله الأجواء مستقرة بشكل كبير، حتى الظواهر الجوية اللي موجودة معانا مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. طب بالنسبة للمناطق اللي ممكن تتعرض لفرص أمطار خلال الأيام المقبلة، أكتر الأماكن ممكن يبقى فيها يعني تأثر أكتر بشوية زيادة؟ هو احنا طبعا عندنا الامطار موجوده في جنوب سيناء وحلايب وشلاتين او كمان سلاسل جبال البحر الاحمر. يمكن اكثر المناطق اللي ممكن نتعرض للامطار الزياده اكثر هتبقى يعني المناطق الموجوده في جنوب سيناء، وخاصه في مرتفعات المحافظات الحدوديه، يعني المحافظات اللي موجوده او المناطق الموجوده في جنوب سيناء، وكمان طبعا عندنا سلاسل جبال البحر الاحمر حلايب شلاتين ممكن الايام المقبله تمتد اكثر لمرسى علم راس بناس، سلاسل جبال البحر الاحمر كلها يعني المناطق الموجوده على البحر الاحمر. لكن باقي مناطق الجمهوريه الحمد لله مش هيبقى فيها اي فرص لسقوط الامطار، الاجواء فيها مستقره بشكل كبير. طيب الرطوبه مكمله معانا لحد امتى يا دكتور؟ هو بالفعل في رطوبه في الجو، يمكن احنا حاسين بيها خاصه فتره النهار لما بيبقى لسه ما فيش نشاط للرياح بنحس بوجود نسب رطوبه، ويمكن دي اللي مخلينا نحس فتره الظهيره ان درجات الحراره اعلى من ال 34 او 33 اللي احنا بنقولها. الرطوبه لسه مكمله معانا على الاقل نهايه شهر 8، يعني نهايه شهر 8 لسه هنحس بنسب رطوبه وده على الاقل طبعا، لكن في عده عوامل بتخلينا ما نحسش بوجودها بالشكل الكبير، واهمهم طبعا وجود نشاط للرياح فترات الليل. كمان لو احنا متاثرين بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على توزيع الرطوبه في عمود الهواء ويتكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه، يعني الرطوبه بترتفع في طبقات الجو العليا بيحصل لها تكثف تحول طبعا لسحب، فبالتالي السحب بتساعد بشكل كبير على احساسنا بتلطيف الاجواء خاصه فترات الصباح الباكر وفترات الليل. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 34-25، اسكندرية 31-24، العالمين 31-24، ومطروح 30-24، ودمياط 32-24، بورسعيد 32-25، والإسماعيلية 35-23. السويس العظمى فيها 34 والصغرى 24، العريش 32-24، كاترين 33-16، وطابة 37-25، حلايب 34-29، وشلاتين 39-30، شرم الشيخ 40-30، والغردقة 40-29، الفيوم كمان العظمى فيها 35 والصغرى 24، بني سويف 35-24، الوادي الجديد 40-25، أسيوط 36-23، سوهاج 40-25، وقنا 42-27، الأقصر 42-26، وأسوان 43-28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمعنا وشازلين نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمى.